قاعدة أوريكم الأبديت للموقع. شوفين هذا الجدار تقريبا بدأت تبين معالم الأسقف خلصت كله، بيتركب المنطقة هذه، والمنطقة هذه اللي هي open book statuarium. كمان عندنا CNC panels مع mirror بتكون على اليمين وعلى اليسار، وهنا عندنا big panel wallpaper from Formentel. طبعا هي الماستر بيس حقتنا، very nice، وكلها حوالين هنا إضاءة مخفية، وفي بندنت لايت على اليمين واليسار. الرخام عند الواجهة هذه مع الشلف، هي نفسها هنا راح يركبون شلف تقريبا على ارتفاع 4 متر، واحد على اليمين وعلى اليسار. بعدين عندنا إضاءة داخلة جوا الشلف برضو كلها طالبينها. الجهة هذه اللي هي جهة التي في، عند الواجهة هذه مع الشلف هي نفسها هنا راح يركبون شلف تقريبا على ارتفاع 4 متر، واحد على اليمين وعلى اليسار. بعدين عندنا إضاءة داخلة جوا الشلف برضو كلها طالبينها. الجهة هذه اللي هي جهة التي في، هذه واجهة جلسة التي في زي انتم شايفين. هذه عبارة عن جبس فريم، والتي في يكون معلق هنا وراه، كله ماتيريال للجدران هذه وخلفية التي في. طبعا الجهة هذه كلها ماشيين على الألوان الجراي، البلو، الشامبين. المكان عبارة عن 3 زونز. أول ما ندخل فيه جلسة التي في اللي وريتكم إياها، وعلى اليسار جلسة ثانية، والجلسة الأخيرة هي عبارة عن جلسة البلوت تكون مور كاجوال. الأسقف تقريبا نفذناها نفسها على الواقع. كمان عندي هنا فريم زي الكورنيش، نفس الديتيلز اللي طلبناها. كمان عندي كلها إضاءة مخفية، وفي طريقة توزيع معينة بالوول ووشر عشان تضويل المكان، بما أن المكان 4.5 متر فتحتاج إضاءة بتوزيع معين، درسناها مع المكان اللي انت وصلنا النتيجة. إن شاء الله تعجبكم. هذه منطقة الدايننج، هذه منطقة طبعا الداني مرة متحمسين، فكرته مرة حلو، ألوانه الأرضية عبارة عن سترايب بلاك اند وايت، ودخلنا اللي هو لون الأمرد جرين اللي هو على زمرد للكراسي. بالنسبة لل اوريدي الارت وورك طلبناها وجهزت الفريمات، طبعا كلها لها بروز خلفيتها إضاءة مخفية. بالنسبة للعينات الأرضية، هذه اوريدي وصلت الجزء الأول اللي هي الأرضية هنا، تحطات الطعام هي عبارة عن أكل بيانكا، فنجي ونشوفها تترقم قبل التركيب. بالنسبة للمنطقة هذه عبارة عن فريمات جبس، طبعا الفريم عندي هنا خاص للأبواب زي ما هو موجود في الموقع، نفذ الآن، والأسقف كلها جاهزة حسب 3D. طبعا كان المنطقة ميزناها بإضاءات مخفية مع الإضاءات اللي فوق طاقة الطعام. هذه واجهة ثانية مع الأرت وورك. طبعا الجهة اليمين اللي هذا الفريم الكبير عملناها فول ميرور، تعطيني اتساع وجمال للمكان. طبعا كل التصميم يمشي على اساس مخططات تنفيذية مع توزيع وين الابياش، الاضاءات، كلها لها جدول كميات ولها خصائص الاضاءة المستخدمة. هنا توزيع الاضاءات المخفية، السبوت للشاندلير. هذه عندي كل الديتيلز بالتفصيل، السماكات، انواع الاضاءات للوول ارت الجهه هذه، لان كلها بارزه، فكل التوصيف لها بالكامل موجود على المخططات التنفيذيه. نفس الشيء الجدار اللي فيه المرايا مع تقسيماته موجوده هنا، مع الابواب المخفيه اللي بتكون بالمكان. نفس الشيء طبعا دائما تسالون كيف نضمن جوده الاشياء اللي تتركب بالموقع مقارنة بـ3D. دائما نطلب من المصانع ان يأمنونا، لازم عينات تكون مثلا 80-80 او متر بمتر المقطعي للديزاين. يعني مثلا هذا وجه مقطعي للابواب، نشوف المولدينج تبعه، لون الخشب، الجرينز، انا كنت طالبة تبين عروق الخشب، نوع انتيك الميرور، كلها بعد طبعا مخططات تنفيذية اكثر من مرة اتعدلت، وعلى هالاساس طلعنا بهالنتيجة. طبعا هنا اوريدي طلبنا انه عينتين نعملها على شامبين او ابيض، طبعا انا مره حبيت مع الابيض، هذا استخدمناه مشروع ثاني، كل مشروع له اللي يناسبه. هذا المشروع حبيت مره تفاصيل حقت
الفينز والألوان حسب تصميم المكان. طبعاً زي انتوا شايفين المولدينج يختلف تفاصيل، يعني هذا المولدينج غير اللي على لون الشمسي. هذه منطقة الجيم بشكل ركب البريكس أوريدي. بقى العبارات اللي راح نستخدمها كلها بتكون 3D، وكل التراك لايت أوريدي بدينا نشوف العينات. الأرضيات كلها بتكون أرضيات خاصة النوادي تعطينا شكل باركي. كلها بيكون كونكريت دهان على الجلسات.